بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ دكتور حمدي غانم، أستاذ بكلية طب جامعة الإسكندرية قسم علاج الأورام والطب النووي، ويسعدني أن ألتقي بكم في حديث عن مرض العصر، وهو مرض السرطان الذي لم تنجو منه الكثير من الناس. بالنسبة لمسببات هذا المرض، بنجتهد إما نتيجة وراثة جزئية، أو نتيجة تعاطي هرمونات، أو نتيجة تدخين، أو نتيجة غير ذلك. فلو استطعنا as much as we can أن نبتعد عن الأسباب المسببة للتسرطن called oncogenesis، يكون الإنسان بمنأى عن الإصابة بهذا المرض. من ناحية الفحص المبكر، نحن نعلم المرضى بالفحص المبكر وخاصة في سرطان الثدي، ونعمل لهم سكيديول للكشف المبكر لأي حبة صغيرة في منطقة الثدي أو تحت الإبط، أو أن يظهر متغيرات زي مثل في الحنجرة، أن يظهر تأثر الصوت أو في غيرها من الأعراض التي تكون مؤشر للاتجاه إلى الفحوصات لتبين هذا المرض من عدمه. بالنسبة للفحوصات المطاحة، هي جميع الفحوصات سواء كانت دلالات الأورام التي تكشف عن وجود هذا المرض، سواء الموجات الصوتية، سواء كانت الماموجرام بالنسبة للثدي، سواء كان فحص عينة من عنق الرحم، سواء كان عمل مناظير وعمل أشعة مقطعية بالصبغة. وقد تقدمت الآن نوعية خاصة من الأشعة، وهي الأشعة البيولوجية التي تكتشف هذه نشاط هذه الخلايا المغير، ولا تكتشف الجزء الأولي فقط، ولكن تكتشف المواطن المختلفة التي يكون قد انتشر إليها الأورام. وبالنسبة للوسائل العلاجية، تعددت الوسائل العلاجية ما بين جراحة، واتجهت الجراحات إلى الآن إلى الجراحات التحفظية الصغيرة غير الجراحات الكبيرة المدى. يمكن أن نعمل استئصال لمنطقة الورم فقط بمنطقة أمان حوله، وذلك مسبوقا بإعطاء called new adjuvant chemotherapy، علاج كيميائي الذي يقلص هذا الورم، ويمكن استئصاله بمنطقة أمان، ثم يعقبه بعد هذا علاج كيميائي. والعلاج الكيميائي تقدم إما أن يعطى في صورة cold adjuvant، صورة وقائية لمنع ارتداد هذا الورم، أو يعطى في الحالات المتقدمة ليحارب أماكن انتشار هذا الورم مع الجزء الأولي. وأيضا العلاج الإشعاعي، وتقدمت العلاجات الإشعاعية باستخدام المعجل الخطي لينر اكسليريتور في علاج هذا، بالإضافة إلى البراكي سيرابي، وهو العلاج الموضعي بجرعات عالية من الإشعاع إلى هذه المنطقة. ثم تقدم علاجات أخرى كعلاجات الموجه التي تعمل على غلق مستقبليات الخلية الورمية لاستقبال الإشارات التي تساعدها على عملية التسرطن وإيقافها تماما. وأخيرا تم عمل العلاج بالمناعة إميونو ثيرابي، وهو يعتمد على أن الورم لا يراه الجسم، فأصبح في مأمن من دفاع الجسم ضد هذا الورم. فتم التوصل إلى عمل عقاقير لإزالة هذا الستار الحاجز بين الورم وبين جسم المناعة، لكي يراه جسم المناعة فيدمره تماما.
وإن شاء الله ما زال مزيد من الأبحاث للسيطرة الكلية على هذا المرض، وإن شاء الله في غضون فترة صغيرة سنصل إلى علاج حسمي لهذا المرض، وعنان الله في هذا.